حبايب القلب، مرحبا فيكم بفيديو جديد. فيديو اليوم احلى من فيديو امبارح. طبعا اليوم جايكم باغنيه موزو ميتي وين. الشاب كثير اغاني حلوه، انا بتعجبني الصراحه اغانيه كثير كثير. فحبايب قلبي حطوا لايك، اشتركوا بالقناه، فعلوا زر الجرس لنوصل ال 20,000 مشترك من هون لشهر. لا ليش شهر؟ من هون لاسبوع. وين اذا انتوا واذا انتوا اساطير اليوتيوب وصلوا لل 20,000. اوكي يا حبيب القلب، خلينا نبلش بالاغنية ونعطي تقييمنا صراحة. يلا خلينا نخرط السماعات الو. اوكي يا حبيب القلبي، طبعا هذا العمل برعاية جي لوف ستوديو. جي لوف ويلي يا جي لوف، اغانيك شو بحبها، يا ريت لو بقدر اعمل عمل انه انا وانت مع بعض. تمام، خلينا نسمع الاغنية ونعطي تقييمنا ونعطي رأينا. اليوم الصراحة صارت مشكلة بالتيك توك، بين انحذفت الاغنية من ساعتين، انحذفت الاغنية ورجع الاغنية لموزو. وجد طارق وقف وقفة زلم مع موزو، يسعد دينك يا طارق، انا طارق كثير بحبه. كمان وقف معي انا وقت عملت رد فعل على اغنية وائل. الصراحة صح شوي وائل انه الكوبي رايت لاغنيته ما رحمني ابدا، اعطاني سترايك بالقناة. مو وائل، الشركة اللي مستلمة الاغنية. تمام، هو بالعكس كتير كمان ساعدني، وهالبني ادمين كتير 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 انا بحبهم، وموزو وعلي هالفريق الكابل كتير انا انه بحبهم، وبسمع كل شيء بينزلوه، اغاني من فلوجات من كل شيء. خلينا نسمع الاغنيه ونعطي راينا. يلا شي عجل في استوديو. عندي تعليق بسيط، موزو انت هلا لو جايب مثلا الموديلينج تلبس فستان على الكليب اللي إلك، لو جايب البنت انه تلبس فستان حيطلع الكليب اللي إلك فيه لمحه كتير حلوه، بس اما بين طبيعه وانه هيك جي كلاس وهيك قصص بدها فستان، ما بدها بنطلون وكنزة او قميص او هيك. يلي هاي الملك علي سعيد بالجي كلاس، يقبرني دينك انت على الاغاني اللي بتنزلها قديش بحبك. عمرك احلامي لمين وهي اللي بنارة تكواني، عمرك احلامي لمين وهي اللي بنارة تكواني، بك وعد السنين لا تخفى بحضني وتحسي باماني، عارك واحكي بالسنين لا تخفى بحضني وتحسي باماني، مالي قلب انطر بعد كل اللي راح انساني، ما قلب انطر بعد كل اللي راح وانساني، ما عاد ينفع حنيني روحي بعدي عن زمان، لو بعتني لاشتري مالك بثمن رخيص، بعتني لاشتريك بمال ثمن رخيص، مالك بثمن رخيص، لعفتني همي بدمي ما بقى بيطيش، شلتك من قلبي وعقلي، قفلت عليك بوابي، حبك ما كان فيني دوا، حبك رماني، عم بحكي يلي من حكى ومن قال لسه، عم تبكي وتدمع عيونه وما بنحسه، عم تشرب من دمع القهر لا ترتوى وتخفى، صهرت اني بخير وانا البكي عاد، عم بحكي يلي من حكى ومن قال لسه، عم تبكي وتدمع عيونه وما بنحسه، عم تشرب من دمع القهر لا ترتوى وتخفى، صهرت اني بخير وانا البكي عاكتفى. انت وين تعي لقلبي، انت وين تعي لجنبي، انت عين عين قلبي بعدك مخفيت الليل، انت وين تعي لقلبي، انت وين لك خيو. يعني الاغنية حلوة، يعني وقت انحذفت قبل شوي انا الصراحة كتير اتضايقت، فوقت شفت طالع رجع الاغنية كمان كتير انبسطت وقلت اجانا محتوى اجونا مشاهدات كفو. انتي وين تعي لقلبي، انتي وين تعي لجنبي، انتي عين عين قلبي بعدك مخفيت الليل، احكام القدر عالناس الغالي من الصعب ينقاس، احكام القدر عالناس الغالي الصعب ينقاس، شافوني وقالوا مغرور، شافوني وقالوا
ذهب أو ألماس بعرق جبينة بعبي كاس نص صعب كلامي تقول عم بحكي يلي من حكى ومن قال لسه عم تبكي وتدمع عيونه وما بان حسه عم تشرب من دمع القهر لا ترتوى وتخفى ظاهرت اني بخير وانا اللي ببكي عاكتفى الأغنية هاي جد أغنية أسطورية. يعني الأغنية لحد الآن كرأيي أنا ما أخذت حقها باليوتيوب للساعة، ما أخذت حقها بالمشاهدات، ما أخذت حقها باللايكات. أقل شيء الأغنية لازم تكون 1,000,000 مشاهدة، 100,000 لايك، وتوصل لأكبر الأعداد، لأنه أغنية متعوبة عليها ككليب، كمونتاج، كهندسة صوتية. في كتير شغلات بالهندسة الصوتية سوبر إكسترا بتجنن. طبعا تقييم الأغنية كتصوير 8/10، مونتاج 7/10، كان فيه يطلع أحلى مونتاج للساعة، ينحط تأثيرات أكثر. كلمات 9/10، تصوير ما زال تصوير جيلوف وشغل جيلوف، شيء رابع جديد على قولة محمد كريم وجيلوف، شيء لوزاوي. الأغنية كتير كتير حلوة، وأنا رح أنشر الفيديو بكل مواقع التواصل الاجتماعي اللي إلي. ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس. نحن هلا 15,000 مشترك، ساعدونا نوصل 20,000. جيش موزو، جيش الزعامات، سعدينكم، بدي فزعتكم نوصل 20,000 أو 16,000 يا أخي. 800 شخص من عندكم لوزاويين حلوين، بس إنه ساعدونا عشان إيدك يا موزو، وعم ننتظر الأغاني الجاية. حطوا لايك اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس. أشوفكم على خير، تشاو. انتي وين تعي لقلبي، انتي وين تعي لجنبي، انتي عين عين قلبي بعدك مخفيت الليل.